يا أهل الإيمان في الأرض، يا أهل التوحيد في الأرض، صلوا على سيد الخلق وسلموا على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يمتنع أحدكم أبدا عن الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وسيدنا ومولانا وإمامنا الأعظم ونبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم. فهو القائل بأبي وأمي وروحي، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة تحلت له شفاعتي. وفي مسند أحمد مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أوس بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت، أي قد بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فكيف بجسد سيد الأنبياء وأطهر الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية علي بسند صحيح بشواهده في مسند أحمد وسنن الترمذي: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا هو البخيل الذي يذكر عنده سيدنا رسول الله ولا يصلي عليه. فما ظنك بمن منع الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذا الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي: فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ الربع. فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: أجعل لك من صلاتي الثلث؟ فقال الحبيب: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: الثلثين، النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. صلى الله عليه وسلم. كيف لا نصلي عليه؟ صلى الله عليه وسلم. كيف لا نسلم عليه؟ كيف لا نتقرب إلى الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه مع كل نفس من أنفاس حياتنا؟ كيف؟ وقد بين ربنا جل وعلا مكانته صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى، فقال سبحانه في قرآن يتلى وسيظل يتلى إلى قيام الساعة: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم أمر أهل الأرض من أهل الإيمان أن يصلوا عليه ليجتمع له الثناء في أهل السماء وفي أهل الأرض. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا أردتم أن يفرج الله همكم فأكثروا الصلاة على الحبيب، إذا أردتم أن يغفر الله ذنوبكم فأكثروا الصلاة على الحبيب، إذا أردتم سعادة الدنيا والآخرة فأكثروا الصلاة على الحبيب، وتخلقوا بأخلاق الحبيب، وسيروا على درب الحبيب، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلمي. أغر عليه للنبوة خاتم من نور
يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد إلى يوم الدين، وصل على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. سنظل نصلي ونسلم عليه، وسيظل الموحدون في الأرض يصلون ويسلمون عليه، لأنهم لا تشعر قلوبهم بالراحة ولا تتذوق طعم السكينة والأنس إلا بذكر الله. والصلاة والسلام على قرة عيونهم وحبيب قلوبهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الصلاة والسلام عليه.